ملمس مل 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 مليس مل مليس مل ايه مل مليس مل مليسة مليس يا دلي روحنا يا انسانة يا ولو مرح وصابر هديلي عيلتنا ما بتحمل هم من قصة صغيرة بتلتم عيلتنا ما بتحمل هم من قصة صغيرة بتلتم إذا فيك تحلها يا عم كلها روس وكبراني كلها روس وكبراني يا دلي يا انسانة هديها بين الحاني والماني شو هالعيلة التعباني اي حشد ولبكة ومشاكل عالفاضي عالملياني بين الحاني والماني شو هالعيلة التعباني حشد ولبكة ومشاكل عالفاضي عالملياني يا دلي مرح وصابر تقدح تقدح دح دح يا انسانة هديها مرح وصابر تقدح دح يا ولد يا ولد يا ولد اشعل تقدح 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 دح اشعل نار هدي 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 بالك اشعل صمتنا بوجعتها الراس مصيبتنا ما لها حل والناس بتحكي للناس قصة ودورة عالكل صمتنا بوجعتها الراس مصيبتنا ما لها حل والناس بتحكي للناس قصة ودورة عالكل يا حجر يا حجر حيايا يا حجر على تحت يا حجر على حد يا حجر يا حجر يا حجر يا حجر يا حجر ابو الولد يا حجر يا حجر يا حجر تلحين يا حجر يا حجر يا حي الله يا حي الله يا دلي مرح وصابر يا بوش يا ولو يا انسان بيشيني حبي دبي 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 سامر مرح وام سامر ابو ورد العتابر ابو فؤاد الغالي ابو مازن العامر سامر مرح وام سامر ابو ورد العتابر ابو فؤاد الغالي ابو مازن العامر والماني شو هالعيل تعباني بين الحاني والماني شو هالعيل صمتنا بوجعتها الراس مصيبتنا ما إلها حل والناس بتحكي للناس قصة ودورة عالكل صمتنا بوجعتها الراس مصيبتنا ما إلها حل والناس بتحكي للناس قصة ودورة عالكل ابقس ايه ابقس بس قولي يا ابو فؤاد يعني احنا ما صدقنا كيف عندنا لك لك ابيشيني يا شموحه لك يا جمجم يا جمجم يا جماعه يا جماعه المسمش ابو المساعد ابو ايه؟ اول ابو مازن ابو بس السميح والابتسامي الله لا يخدمنا منه بده يسالونا لسامي الغزال هذا كم سؤال يعني وين مشكله انا بدي اروح لانه اكيد انا ما بده مني شيء ايه يا امو ما راح بدي فضح لا تخافي ليش تخافي من لا تخافي من المسمش ابو مساعد ما بدي ضلهم بدي اروح خلص خلاني اروح ما بدي ضلهم يلا يلا بيشوف شو يا زمرا انه يلا باي شو سموها بيجيني أبريني أبيشني إلك شغلة مع كل المصايب عم بصير خليني إلك شغلة كثير مهمة إيه تفضل أبيشني أبريني أبيشني وكأني ما معيش ساعة بالأساس أني ما بلبش الساعة أنا ويش بنقمر بطلع الساعة أني إيه أحد
احترامي سيادة المساعد عبد الحفيظ الطز. الزبط عبد الحفيظ الزبط عبد الحفيظ ابو ماجد الزبط الله يكبر دي لحيتك المسجعة ولك. وينو هذا البطيخ؟ البطيخ عم ياكل شامل، شامل عم ياكل بطيخ، شامل عم بيزعصح ولك. ولك احكي احسن ما اجمد القلب براسك، احكي ولك. شامل عم بيزعصح الحليم جوا هلا بيزعصح. احتضرب انت وياه، تعال هون ولك انقبر انت. وين حطينا مفاتيح الملعونة يا أخي؟ وين؟ إيه إيه معك مفاتيح السيارة ولك؟ معك؟ إيه معي سيدي معي. أنا مليون مرة قلت لك بس نوقف السيارة تعطيني المفاتيح. حاضر سيدي. بحاسبك بالمغفر. بعدين ليش دقنك طويلة ولك؟ ولك أنت بتوقف قبالي ودقنك طويلة؟ ولك أنت واقف قدام المساعد أول عبد الحفيظ الزط زط عبد الحفيظ مازن الزط ولك الشهير بأبو مازن رئيس مدرسة المتابعة 23 سنة خدمة ولك أني بذاع بالعالم على أصابع رجلي ولك وأنت واقف قبالي ودقنك طويلة انقلع على السيارة روح اكسر ايدك أنت جيب لي دفتر الضبوط وتعال عندي بسرعة. هذا زين. عسرية ولك. عطيني ولك. سكر وجهك انت. انت ولك. انا. تعال هون انت ثاني. هذا سيدي. لا دقنك مش طويلة. اي واحد طويل قصير مقمط بالسرير بتشوفه مر من قدامك مر من وراك مر جنبك مر تحتك مر فوقك بتقلبه وبتاخذ هويته بدك تعرف لي شخصيته اصحك واحد يمر وما تعرفه ترى بذبحك ها بودك فلقه بخلي اجريك يفقفني ولك مفهوم؟ يروح انقبر روح على القبر سكر موزك انت الموزك انت هلا سكر موزك دفتر المحاضر جاهز سيدي فرجيني اقعد انقبر اقعد اقعد انت ابو بطيخ افتح الضبط نحن المساعد اول عبد الحفيظ الزط يا بعد عمري سد وجهك ولك يا سامر يعني اني لوين شون ها قل لي لوين شون عمك ابو مازن لوين شون المساعد اول عبد الحفيظ الزط المشهور بابو مازن 23 سنة خدمة رئيس مدرسة المتابعة بلاعب العالم على أصابع رجلي ولك أين وشون؟ بعدين أنت ما بتعرف يا ابني إنه الشرطة بخدمة الشعب؟ بلا سيدي والله بعرف الله لا يحرمنا من هالطلة يا سيدي يا أخي ومن شان الله ما يحرمك من هالطلة لازم أنت هسك احجي ولك
هذول العصابة شلون فاتوا لهون وشلون طلعوا من دون ما حدا يشوفهم؟ ها شو هم يا ولد؟ ايه ما انت؟ سيادة المسمس، سيادة المساعد، ابو مازن، شو عرعر؟ شو عرعر؟ شو عرعر؟ شو عرفه؟ لا لا يا ابو فؤاد، يا عيب الشوم عليك، يا قليل الادب، يا قليل الوجدان، هذا الحكي الي؟ ولك انا شو عرفني ولك؟ ولك انا بعرف كل شيء بالدنيا ولك، انا شو عرفني؟ يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم يا ابو فؤاد، يا عيب الشوم. ولك اني ابو فؤاد، هاي شغلتنا هاي، الي عم تسالني اني شو عرفني؟ وان شاء الله يسعدك. يس يس يسعد هالوجه، يسعد هالوجه. اسمح يا سيادة المسمس، مساعد ابو ماجد، الله يقويك يا رب. امشي هسا بدك تحكي غصبا عنك من اول ما فاتوا على البيت لوقت اللي طلعوا من البيت، يعني من طقطق للسلام عليكم، يعني بخاطركم نشوف وجهكم بخير، ارفوار. احكي معك، احكي. سيدي القصه، ركز معي سيدي، ركز معي، انا مشتشت شوي. بركز. ها لما اجى طقطق، لا لا راح السلام سيدي. طقطق طقطق اعلامه، طقطق 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 اعلامه، طقطق ولا طقطق؟ قال له السلام عليكم. عليكم وين راح السلام عليكم؟ سيدي اجوا مع بعضهم وراحوا الطقاطق كلهم طقطق. ولك عم تضحك علي؟ ولك ولك علي ابو مازن؟ ولك سيدي والله العظيم ماني قدران احكي شيء. يا سيادة المساعد، طيب الله يوفقك، يعني مالك شايفه لسامر انه مرعوب وخايف؟ يعني هو والله رح يتجاوب معك، بس انا برايي انه ما بعرف يعني، بس شو رايك ناجل الاستجواب لبكره؟ شكري موزي شوري، شو انا بدي استنى لبكره؟ ايه يا سيادة المسمس، يا سيادة المسمس المساعد، سيادة المساعد ابو مازن، اما شو بكره في اكله سمك غير شكري؟ سمك سموها ايه؟ سمك تقبرني وإيدي، ما فيني أعمل سمك أنا، خلص. ما فيني أعمل سمك. مشامل بتعملون السمكات، سمك لسيادة الوجه السمح أبو ماجد. إيه سمك. بصراحة يعني يا أبو فؤاد الحقيقة عرض مغري يا أخي، والله عرض مغري، وأني بحب السمك كثير، بحب السمك. بس شوف أبو فؤاد، أني مش مشان السمك شيلة ها، يعني بتعرف يعني، بس لأنه خاطرك عندي غالي كثير، وخاطر الست أم فؤاد غالي كثير عندي. بس يا سيادة المسمس، يا سيادة المسمس، مساعد أول أبو مازن، عبد الحفيظ الزق، عبد الحفيظ الزق، بتحب السمك مقلي ولا مشوي؟ بحشر ولا بلا حشر؟ يعني يا ابو فؤاد مش مشكله، يعني شوي كثير مقلي وشوي كثير مشوي وشوي كثير بلا حسب، يعني هذا الفوليه اللي بيقولوا له فوليه، وشويه فتوش، وجيب لي شويه زلطه، وجيب لي كمان معلش صحن مسبحه وصحن متبل وشي كاس لبن خاسر، يعني خاسر. ايه خاسر. شريدك ولا شريدك ودي قبري وريج. ايه سمك سيدي، سمك. ايه ست بوزك ابشي. ايه تسألني ليش عم ابكي؟ ما فيني اقول لك شيء. اسمع، بدي منك شغله، اذا صار لي شيء لا تنساني. ايه وبدي اياك تعرف انه انا ماني كذابه. استنى وبس تفقدني بدي منك تنطر فتره صغيره وبعدين تفوت قصه حب جديده. ايه لا مو مشان شيء، بس مشان رفقاتي اللي بيعرفوك ما يحكوا علي شيء. خلص فياض، خلص ما فيني اقول لك شيء. انتبه على حالك. ايه يلا باي.
يلا هيك احسن الي وله، بس كانه ما صدقني. انا بورجيك. ايش وانا خالتي يعني هلا رح تنكمش العصابه؟ او ليش لحتى ما تنكمش تقبرني؟ ابو مازن زلمه مقدر وبيعرف شغلته منيح. لك ايه ولا يكون في عصابه بالاول؟ شو عم تقول تقبرني؟ لا ولا شيء خالتي ولا شيء. ايه هذا اكيد ابو فؤاد يقبر قلبي. تفضل عمي تفضل. يعني انا ما عم اقول شيء، عم اقول ان شاء الله تنكمش العصابه ويقدر يحطها بالسجن. ايه ان شاء الله. يا لطيف هذا المشمش. يا لطيف هذا المشمش. المساعد ابو ماجد. ما نساعد ابنه. شو؟ شوف عمو سامي الغزال. شوف انا اجلت التحقيق لبكره. لانه قلت له لابو مازن ابو تبع الهالج من هون. ايه قلت له انت متوتر عصبيا. لازم تنوق اعصابك بعدين نعمل تحقيق لبكره. الله يخلينا اياك يا عمي ابو فؤاد، بس اللي عندك طلب صغير. قول انه بكره وقت التحقيق يخليني احط شمشم. اي الشمشم شمسيه شمسية. فهمت عليك فهمت عليك. حتى انت يا عمي ابو فؤاد هيك القصة صار بدها الساحات. يلا تقبرني، ما بدنا نروح على البيت، انا تعبت كثير. ايه بدنا نروح على البيت بس بكره ذكريني مشان نجيب سمك بحشر، سمك بلا حشر. مشان مشمش ابو ماجد لانه هو هذا بحب نهرش ونهرش. وصله سمح كتر له كتر له الله يوفقك. تبدا معينا انت ابشني بس ابشني صغيره، انت واختك ما راح مدي فلاح، انتوا ابشينيات صغيره. ام انت سموحه ابشيني كبيره. ابشيني كبيره. انت ابريني كبيره. انت ابرينات صغار. خلص سموحه. كثير بحبك سموحه. قلت لك لا تحطي جلي مشان ايديك بخشني. طيب اوكي خلص يلا قومي يلا. خاطرك عمو غزال. باي سلام. ابشوني. الله يسترنا منك يا عمي ابو مازن. الله يجعلها دايبه يا ابو فؤاد. يا عمي شو سمكات بياخذوا العقل. يعني اني قديش صار عمري؟ بتعرف اني ابو مازن يعني 23 سنه خدمه بهالسنه، واني بلاحب العالم على اصابع رجلي. ولك انت بتعرف انه اني ما بمر علي شيء، ولك أنا صرت معزوم 70,000 عزيمة على 80,000 مطعم على 800,000 سهرة. بس مثل هالسمكات الحقيقة، يعني الحقيقة يا أبو مازن أني ما شافت عيني ولا ضاج فمي. سياسي مسمش مساعد أول إعلامك شو جايب الرتبة من بيت أبويا يعني. يا سياسي مساعد أول أبو مازن. الله لا يحلمنا من هالوجه السمح. الله يسلمك. وهالبسمة الموسيقى ان شاء الله هيك عجبوك السمكه. انت بدك من جدك. والله شوف يا يعني بتعرف شو يا ابو فؤاد، يعني شو بدي اقول لك، يعني اني هيك عم بيجول بخاطري، يعني عم بفكر، يعني هيك متأمل وبدي اسألك سؤال. يعني هذول السمكات منين جايبهن يا اخي؟ طيبات ومش مزنخات شيلة يا اخي. طيبات منين جايبهن؟ يعني بلجي اجي عبالي اجيب لحالي مثلا اكل منهن لحالي. يا منين؟ من اي محل؟ دلني يا سيادة المساعد ابو مازن. هذول السمكات وصيت عليهم اخي ابو سامح. اخي ابو سامح بيشتغل على المينا. ايه وعنده باخي لك بيني بصيص. هسا بدك تشيلي قصه حياتك ورق ابو فؤاد؟ عم بقول لك منين جايبهن؟ جايبهم من عند سامح. خلص انا بصير اجيب لك كل مره معي سمك، ولا يهمك صحتين. ولا بدك تكفي الحكي، عم بقول لك منين جايبهن؟ بدك تقول لا تقولش، ما عاد بدي سمك، صغرها انت والسمك. خلص صحتين. وين المتهم سامر هذا شمير ونص؟ جيبه تبني احقق معه، يلا خلصني، عندي شغل علي مش فاضي. ما سامر عم بيصيد السمك، جاي يا سامر بس يا سيادة المساعد. يعني انا بدي طعميك اكل السمك ثانيه كثير طيبه. الله يخلينا ما بدي اشتغل انت والسمك.
خلاص خليني بجيب لك سامر. عم بقول لك جيب سامر، بدي احدد معه فورا هسه حالا حالا بهالدقيقة. يلا فوت الجدر جيبه. راح جيب سامي، راح له يجي الغزال تبعي. بس وين بدك تستجوبه؟ يعني تستجوبه هون ولا وين بدي استجوبه؟ يعني على السطح ورا الخزان مثلا؟ يعني وين بدي استجوبه؟ بالقبو يعني؟ هون بدي انزل استجوبه. تغرب انت وياه. يلا قوم الجدر جيبه. راح اجيبه للشامي، راح اجيبه للشامي الشاش مساعد. بس عطش، بس خليني هالوجه. ايه قال وين بدك تستجوبه؟ اطلع على السطح استجوبه. بس بعد اذنك، بعد اذنك هيك شوي حلمك عليه، بس اطلعينا شوي مشان سامي. شو اراعيك؟ شو اني بيع بالا ولا؟ لا يعني مشان شو اراعيك؟ يعني شو طيب. شو ببيع خضرة؟ شو ببيع فول يعني؟ فول اخضر مثلا يعني؟ فاصولية ببيع يعني مثلا؟ شو راعينا ولك؟ قوم انت برجيبه، قوم انت برجيبه. ابو سامي صعينا يا بس ابو ساعد ابو مازن. ايه يعني طلعينا يا بالطيانات بدل خمس طيارات، طيارة واحدة. قل مال أخوك أبو يعني بالتقسيط ها؟ بالتقسيط. طيب شو رأيك بما أنه أنت يعني بدل خمسة واحدة، شو رأيك تأكل منهن أربعة ها؟ واحدة ثنتين ثلاثة أربعة. قوم أنت تجيبه. خمس لا أجيب. قوم لا أجيب. رح أجيب. ولا قوم أجيب لا أجيب. سامي يلا خلينا هالوجه السمح أبسيني. يلا يلعن وجهك اللي مش سمح شينا. ايه افتح الضبط يا شاكر. افتحته سيدي. نحن المساعد اول عبد الحفيظ الزط الشهير بابو مازن على سنه رمح. سكر بوزك انت. والشرطي شاكر والشرطي شكري. شاكر وشكري وشكرا أبشيني. بالساعة والتاريخ وعند سؤال المتهم سين. حطيت سين ولك؟ حطيت سين بيك بسم الله. سكر بوزك أبو فؤاد، تمنى نكمل التحقيق. ولك سامر أنت شفت العصابة ولا؟ ها؟ يعني إذا شفت وجوههم بتعرفهم؟ يعني إذا جبت لك صور لمطالب أنت بتقدر تميزهم؟ يعني إذا هالعصابة إجت لهون مرة ثانية بتعرف حدا منهم؟ يعني بتقدر أنت هالساعة تعرف حدا منهم ولك؟ لا والله يا سيدي ما بقدر، لانه يا سيدي لما اخذوني كانوا حطوا طواقي يعني، وما مبين غير عيونهم. هذول هيك عيون مدوره زيدنا، شلون بدي اعرفهم؟ طيب لوين اخذوك ها؟ لوين اخذوك؟ لوين اخذوني سيدي؟ ما بعرف يعني، حطوني ربطوني بالسياره يا سيدي وغمضوا لي عيوني، وصارت السياره تروح يمين ويسار يمين ويسار يا سيدي لحتى وصلنا لهنيك. ما بعرف لوين لهناك ولك ها؟ لوين لهناك ولك؟ ولك حتضحك علي ولك؟ ولك أني المساعد أول عبد الحفيظ الزط الشهير بأبو مازن 23 سنة خدمة بهالسنة، ولك أني بلاعب العالم على أصابع رجلي، تيجي أنت تضحك علي ولك؟ يا سيدي والله ما بعرف، والله ما بعرف يا سيدي. يعني اللي بتذكره او اللي حسيت فيه، لانه انا كنت معمتش مثل ما قلت لك انه هيك ابوه وحتم كتير. بس وبعدين؟ ولا شيء سيدي. شو بعدين؟ ما في شيء. طيب وشلون فاتوا على البيت ها؟ شلون فاتوا على البيت ولك شلون فاتوا على البيت؟ جايك بالسيره سيدي، روي علي. ندق الباب. ندق الباب. رحت انا فتحت الباب. رحت انت فتحت الباب، ان شاء الله بيفتحوا قبرك ها. تمام سيدي. مدفشوني لجوا سيدي. ان شاء الله عمرك ما تقوم ها. ودخل وسكروا الباب سيدي. سكروا الباب، ان شاء الله بيتسكر قبرك. ونكتوا نكتوا 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 نكتوا. وبعدها نكتوا ولك؟ بعدها نكتوا يا سيدي. وبعد ما نكتوا 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 ولك نكتوا. فهمنا اللي بعدها ولك اللي بعدها. لك يا سيدي يعني بعد ما نكتوا 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 ولك ايه 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 ايه
يا سيدي ما لقوا شي بالبيت ينسرق، قام ربطوا اختي مرح وخطفوني. مرح؟ خطفوك؟ لك ولي، لك ولي على بعضي انا، ولي على طولي انا، شو عملت بحالي؟ لك شلون بدها تخلص هالقصة هي شلون؟ يا الله الله يجيب العوائب سليمة يا رب. لك الله لا يوفقك يا رامز، الله لا يوفقك، مثل ما قلت لك جيب لي افلام اكشن ورعب ومدري شو. يا الله لحم شلون بدنا نحلل هالقصة؟ هالمرة مو عندي بنوب ولي. لك انا ماني خايف غير من مرح، هي الوحيدة اللي ممكن تكشفني وتروحني لورا الشمس ولي. أشعر بالخوف. يا ترى شو بدها مرح؟ وشو الشي يلي قالت إنه ما دخل فيه؟ طيب وليش هيك خايفة؟ لا كل القصة مو داخلة براسي، في شي. الو اهلين اخي ابو عبدو. اهلين وسهلين، كيفك؟ كيف مرتك واولادك؟ الحمد لله نحن كلنا مناح. طمني شو صار بالسياره المسروقه؟ شو ما في سياره مسروقه والمحل كنتوا فاتحينه؟ ايوه. لا 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 يمكن انا مخربطه بينكم بين جماعه تانين، لا تواخذني اماني. سامر سامر يقبر قلبي تعبان شوي مشان هيك ما خليته يجي اليوم. ولا يهمك ابو عبدو ولا يهمك، سلم على مرتك واولادك كثير. الله معك، مع السلامه. ايوه أنا كنت عارفاني إنك ورا كل هالقصة يا سيد سامر. خير إن شاء الله، أنا بفرجيك. يا سامر ولك مرح، ولك مرح، احكي أحسن لك. بشلخ شعرك احكي، لا تظلي تقولي ما بعرف وما بعرف، وعلي الطلاق بمدج فلقة بخلي اجريك يفقر في الله. احكي ولك مرح احكي. شو ولك هذا الشيء مش طبيعي، مش طبيعي. يا ملاح مدي فلاح، تخسبك ليش خايفة؟ سيادة المشمش، سيادة المشمش. مساعد اول ولك؟ مساعد اول، مساعد اول ابو مازن. وجهه كثير سمح لك، حتى ابتسامته كثير سمحه. لا تخافوا يا سياده المشمش، المساعد اول ابو مازن. خايفين كانهم عاملين شي عامله، مو عاملين. علامك ها خايفه؟ لا تخافي، أني مش راح أمدك فلقة قوية، يعني فلقة خفيفة وقوية يعني وسط. وش علامج؟ لكم جيبوا لها كاسة مي يا أخي، جيبوا لها كاسة مي. بزب كش كش. الله يعطيكم العافية. أهلين أهلين يا أختي أم سامر. أهلين أهلين أم سامر. أهلين أهلين أم سامر. هاي مرح بدي أشلخ شعرها وأشلط أذانها إذا ما تحكي، لأنه عم تعذبنا، عم تعذبنا كثير. إي طبعاً أكيد راح تعذبك. شو قصدك ام سامر؟ يعني شو قصدك؟ لا 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 ما قصدي شيء، ما قصدي شيء، يعني انا قصدي شو رايك تخليها هيك ترتاح شوي وانا اجي هيك ساوي لك احلى فنجان قهوه من تحت دياتي. ايه ليش لا، يعني فنجان قهوه واقعد انا وياك لحالنا، وانا من زمان حاب احكي انا وياك. بس ولا من زمان
من زمان حاب احكي لي وياك بموضوع يا اختي. يسعد الله يسعد الله يسعد الله. وهاي قاعده هاي قاعده. شبك يا أمي؟ ليش عم تزوريني؟ أي مرح، شو هو اللي بدك تحكي لي إياه؟ وشو هو اللي ما دخلك فيه؟ احكي، ليش خايفة؟ عم بسمع. سامر يا أمي سامر، هو ورك هالقصة. احكي احكي احكي، خليني اعرف اتصرف. احكي لي شو. طيب رح احكي لك كل شيء ويلي بده يصير يصير. يلا احكي، عم بسمع. سيلفي السجن والبهدلة والشرشحة والفضيحة. خير أمي؟ شوفي شوفي سيد سامر، ما بدك تتطمن على معلمك وتشوف شو صار بالسيارة المسروقة؟ العمى العمى على هالنسوة، والله راح عن بالي يا مو، بس شايفة شو صاير عنا مصايب. لا ما شفت شو صاير. خليك معي. معك معك أنا يا مو، والله معك. شبك في شي يحكي لي؟ اسمعوا، لا لما بدك تقول انكم مسكرين المحل ابقى خلي زهير ما يخلي معلمك يتصل فينا ويعرف ليش حضرتك غايب، لانه ما في سيارة مسروقة ولا شيء. وقت حضرتك بدك تساوي عصابة اوعك تخلي اختك ما راح يطلع. للاسف يا امي طلع ما في جريمة كاملة. من شان الله ابوس ايدك ساعديني بس هالمرة. أمي من شان الله ساعدينا، والله ما لنا غيرك، ما بقى من عيدك. الله يوفقك ساعدينا، والله ما بقى قادرة أتحمل. ما عاد قادرة تتحملي؟ أنت حسابك بعدين، أنا فرجيكي. وأنت ولا بدك يعني ساعدك؟ لك ما خفت علي؟ ما خفت على مشاعري؟ لك ما خفت يصير لي شيء؟ بوس ايدك يا امي، وطي صوتك لا يسمعنا هذا الوحش اللي برا، والله بياخذني على السجن وبيوديني على ورا الشمس. انت الخسرانه، ما عاد تشوفي ابنك وحيدك حبيبك بعمرك. بوس ايدك ساعديني هالمره وانا جاهز للعقوبه يلي بدك اياها. اي ابوش الله يسامحكم. سامحنا يسامحنا عم ابو فؤاد. الله الله يسامحكم يا زمزم. يا زمزم يا جماعه يا جماعه، يعني هاي مو عم مو عم عم عملي مو عم ابدا، هاي مو عم بتعملوها مع، يعني شو بدي اقول للزلمه؟ انا ابو فؤاد مشان الله بدك تحل لنا القصه شلون ما كان مع ابو مازن، يعني بهون عليك يعني انا وما راح نتبهدل بالمخافر؟ ولي على عيونكم انتوا الاثنين على هالعمله، الله يسامحكم. تقبرني يا ابو فؤاد، حل لنا هالقصه بقى كرمالي. ابي فيني ايه؟ يا جمجم يا جمجم يا جماعة يا جماعة يا سموحتي أبي شيلي يا روحي
وانا انت ابي سين. انت ابريني. انت ابي سين. ابريني. ابي سين. عمي ابو فؤاد. ايه ايه سامي الغزال وانت يا عم ولح مدي فناح. ملح. ملح 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 مدي فناح ملح. خلاص انا هلا بطلع بحكي مع المسمس. المساعد. مع المساعد ابو مازن وخلص وعن وهي ضرب وهي ضرب عندك. عندي ضربت على ايه الله يخلي لنا عمي ابو فؤاد، الله يخلي لنا اياك. والله يا عم ما عم عيدة والله. تعرفوا يا زمزم يا جماعه يا جماعه لو ما غلا لو ما غلا لو ما غلا غلاوتنا غلاوتكم مثل غلاوه اولادي ما بتساوي هيك. بس خلص عندي انا بحكي مع المسمس عبد عبد الحفيظ الزط 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 عمي الزط 23 سنه ولك ولك. خلص انا بحكي الله يخلي لنا اياك. ما هيك سموحتي؟ ايه أبريني. وفي شك ابشتي بي شو؟ ابشتي بي شو؟ صحتين صحتين عمي ابو فؤاد صحتين. عم بعطس عم بعطس صحتين يلا الله معك عمي ابو فؤاد. وكشو مفكرين القصة هيك؟ لعبة؟ ولك أني ابو مازن أني ابو مازن أني إلي 23 سنة خدمة بهالسلك وكأني بلاعب العالم أصابع إيدي وإجري يجوا هذول يضحكوا علي. شو فاكرين القصة شوربة ولا منسف مليحي؟ يا أبو مازن يا أبو مازن طيب شباب شباب هيك طارشة بس سوينا يا قصة بس قصة بس قصة بس شو إيه؟ مسيرة بس سوينا قصة مسيرة شباب. أنت ما كنت طايش وقت كنت شاب طايش ولا مو طايش؟ طايش خلص خلص فؤاد بدهم يتسلوا يتسلوا؟ تتسلى؟ يتسلى؟ ولك هاي القصة كبيرة كبيرة كثير ومع مين؟ ولك مع أبو مازن؟ ولك معي أنا اللي إلي 23 سنة خدمة وبلاعب العالم على أصابع إجري ولك؟ ولك مع مين هذا الحجي؟ مع مين؟ بعدين شوف يا أبو فؤاد أني من الأساس كنت شاكك مش شاكك ولك أني متأكد. بعدين هذول يا أخي إصابة إصابة 100% إصابة. يا أبو مازن في قصص أهم من هالقصص هي كلها. أبو مازن سموحتك أختي سموحتي أختك أختك أم فؤاد مالتي مالتي يعني فؤاد مالتي أختك بتكون إن شاء الله بإذن الله. ملمس مل 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 ايه مل 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 مليسي يا دلي روقنا يا إنسانك يا ولو مرح وصالح هديلي عيلتنا ما بتحمل هم من قصة صغيرة بتلدم عيلتنا ما بتحمل هم من قصة صغيرة بتلدم إذا فيك تحلها يا عم كلها روس وكبراني إذا فيك تحلها يا عم كلها روس وكبراني يا دلي يا إنسانك هديها هديلي مرح وصالح بين الحاني والماني شو هالعيلة التعباني اي حشتوا لفه ومشاكل عالفاضي وعالملياني بين الحاني والماني شو هالعيلة التعباني حشتوا لفه ومشاكل عالفاضي وعالملياني يا دلي مرح وصالح تيجي دح 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 يا إنسانك هديها مرح وصالح تيجي دح دح يا ولد يا ولد يا ولد اشعل تيجي دح تيجي دح تيجي دح تيجي دح اشعل نار هدي 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 بالك اشعل صمتنا بوجعتها الراس مصيبتنا ما لها حل والناس بتحكي للناس قصة ودورها عالكل صمتنا بوجعتها الراس مصيبتنا ما لها حل والناس بتحكي للناس قصة ودورها عالكل يا حجج يا حجج حيايا يا حجج على تحت يا حجج على حد يا حجج 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 يا
يا حي الله 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 يا بوس قاضي الوارد يا ولو يا حسام بيشيني حبي دبي 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 سامر مرح وام سامر ابو ورد العتابر ابو فؤاد الغالي ابو مازن العامر سامر مرح وام سامر ابو ورد العتابر ابو فؤاد الغالي ابو مازن العامر والماني شو هالعيني تعباني بين الحاني والماني شو هالعيني صمتنا بوجعتها الراس مصيبتنا ما إلها حل والناس بتحكي للناس الصوت ورا عالكل صمتنا بوجعتها الراس مصيبتنا ما إلها حل والناس بتحكي للناس